تناولت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء موضوع الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بعد انقضاء أسبوعها الأول. رقمنة القوائم الانتخابية تعبد الطريق نحو انتخابات شفافة وتبعد شبح التزوير هو العنوان الذي كتبته جريدة النصر على صفحتها الأولى، حيث اعتبر مختصون في البرمجيات هذه الخطوة عملاقة قطعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظرف وجيز. وعن دخول السلطة المستقلة للانتخابات مرحلة جديدة في تنظيم الحملة، تحدثت صحيفة المجاهد مشيرة إلى تنسيق السلطة مع مختلف الممثلين والمسؤولين المحليين الموزعين عبر الوطن لضمان احترام البروتوكول الصحي للوقاية من انتشار كوفيد-19 بمراكز الاقتراع. تحدثت اليومية الناطقة باللغة الفرنسية الإكسبريسيون عن الحملة الاستفتائية مشيرة إلى أنها تسير بوتيرة سريعة، وأن مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد الحقوق والحريات من جهة وتقوية أمن واستقرار البلاد. يومية المحور تحدثت عن موضوع الحملة عبر تصريح لرئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي أكدت أن مشروع الدستور يخدم الاقتصاد الوطني وينهي عهد ممارسات الماضي، مضيفة أن الدستور الجديد سيساهم في بناء اقتصاد وطني قوي. اختارت جريدة الأحرار عنوان استفتاء نوفمبر يجسد إعادة الكلمة للشعب، كما جاءت الجريدة بتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان الذي دعا الأسرة الجامعية إلى المساهمة في المسار الهادف لبناء الجزائر الجديدة. بالبنط العريض كتبت يومية المساء تقديس ثوابت الذاكرة والهوية ووحدة الجزائريين، حيث أشارت الجريدة إلى التقاء خطابات منشطي الحملة عند محاور تقديس المشروع للثوابت الوطنية للأمة، مع التأكيد على أهمية التصويت بقوة لضمان الانتقال إلى جزائر جديدة.